انا اول مره تنسمع هذه القضيه ديال لي غيشي، انهم كاينه عمليه احتيال بهذه الطريقه بعد المتطوره في المغرب. لان اول مره تنسمعها، بالنسبه لي هذا خبر صادم. الا كانت فريمون زعما كاين الناس بهذه الاحترافيه في المغرب، خاص الابناك تحضي لي غيشي كل نهار تفيريفيهم، والامن حتى هو يقوم بالعمل ديالو، يعني فيريفي لي غيشي. لان اقل حاجه هي انك تشري فلوسك وتستعملها بكل طمانينه، ولا نطوروا وسائل اخرى ديال اننا نخلصوا بها. انا ما نبقاوش نجبدوا الفلوس، ولا نستعملوا لي بنك ديريكتومون لي كارت بونكير بلا ما اننا نحتاجوا نجبدوا الفلوس. بلي ضون ديال عباد الله السريين كتمشي، الاموال ديالهم كتولي في الحوزه ديال شي واحد اخرين اللي يقدروا يتحكموا فيها وياخذوها بطريقه غير فهمتي، غير مقبوله. ملي كيجي يشري بالغيشي ديالو كيولي ضون ديالو عند واحد اخر يقدر يشري بهم فهمتيني، وياخذ لي معلومات. يعني خص الحذر والوعي بهذه القضيه. هذه القضيه ديال البطاقه، ديال البطاقه البنكيه، ان هادشي اللي وقع، البيراطاج اللي وقع، وهادشي اللي خرج مؤخرا في الصحف والجرائد وهضروا عليه الناس بزاف. المهم تنقول ان هادشي يقدر ياثر بالاقتصاد ديال المغرب، لان اكثريه الناس يكونوا مشغولين، ما يمكنش ليه يجي لابونك باش ياخذ فلوس يبقى شاد النوبه ولا شاد الوقت. اكثريه الناس تيستعملوا الكيشي، تيستعملوا البطاقه ديالهم. هنا تنقدر نقول ان هادشي خصو الناس ديال الامن وهادشي ديال المحاربه ديال الهاكر خصهم يقوموا بالواجب ديالهم. و تنتمنى من الناس، اكثريه الناس يديروا الحذر والحيطه والحذر باش يعرفوا راسهم راه ان هادشي راه خطير عليهم. كنشوف هاد القضيه ديال دابا ديال الكارت كيشي اللي كينصبوا الاحتيال على الناس، خطيره. خص ضروري السيكيريتي يحمينا، الا ما كان السيكيريتي راه ما كاين والو، حيت هو اللي خصو يجي فيريفي يقلب شنو واقع في الكيشي. وتنشوف هاد القضيه كنشوفها غير في اليوتيوب، هذه في اوروبا طريقه جريمه غير منظمه، خطيره على الناس. ولا يديروك بحال دابا لاجونس، يدخل الباب تيتسد يتيري الناس فلوسه، مأمن مرتاح مع راسو بالسيكيريتي، حيت هادشي خطير بزاف. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.